يعني نساء الدنتل هي حديث عن الوجع والمعاناة، وربما يصطدم الكثيرون أن حالة من السوداوية موجودة في نساء الدنتل، ولكن هذا الأمر لا يمكن الفكاك منه، لأن المثقف هو ابن بيئته، ومن يعتقد أن البطل يجب أن يكون هو المنتصر في النهاية فهذا غير موجود في نساء الدنتل. البطل ما يزال يعاني ويحارب حتى هذه اللحظة. بشكل عام الكاتب يسر الغول بنساء الدنتل ينقلنا في سراديب الواقع الفلسطيني فيما لا يمكن التحدث فيه. يسر الغول تجاوز كل حدود النص للوصول إلى الحقيقة، لإعكاس روح المواطن الفلسطيني وانكساراتها في آن واحد، سواء في فرحها أو في سواء في تعاستها في آن واحد. فبالتالي يسر الغول هو من الكتاب الذين تجاوزوا وكسروا التابو زي ما بقول. بالتالي هي رواية ممكن أن تتجه إلى العالمية، أو قصص مجموعة قصصية ممكن أن تتجه إلى العالمية. لذلك المعهد الفرنسي يحاول فتح أبوابه أمام الثقافات، المعهد الفرنسي يحاول استضافة الفنانين والمواطنين والصحفيين والكتاب والشعراء الفلسطينيين، لأنه نعتبر نفسنا بوابة إلى الخارج ونافذة إلى الخارج للمواطن الفلسطيني المحاصر في قطاع غزة. اليوم نحتفي بالإصدار الخامس للكاتب القاص الفلسطيني يسر الغول في إصداره القصصي نساء الدنتل. هي مجموعة قصصية تتناول هموم الإنسان الفلسطيني المهموم بأوجاعه وأزماته التي يحيا فيها في واقع ملتبس. بتعالج المجموعة التي تناولت 17 قصة قصيرة كثير من القضايا التي تهم الإنسان الفلسطيني المفجوع بالألم الفلسطيني، وعالجت كثير من القضايا وقدمها بلغة رمزية شفيفة، وكذلك اعتمد على الفانتازيا والحكي الغرائبية، وعبرت عن هموم الفلسطيني الذي يحيا في واقع ملتبس يعج بالكثير من القضايا الإشكالية.